فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو جاء رجل ورأى الصفوف قد اكتملت وهو يعرف أن الصلاة وهو منفرد خلف الصف لا تصح، فهل له أن يجذب أحدا من الصف الذي أمامه أم ينتظر؟ لا، ينتظر، لا يجذب أحد، إن وجد فرجة دخل فيها، وإن تمكن من الدخول عن يمين الإمام دخل، وإذا لم يجد فرجة ولم يتمكن من الدخول عن يمين الإمام ينتظر حتى يأتي من صف معه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.